بسم الآب والابن والروح القدس إلى واحد أمين. الأسبوع 12 من زمن العنصرة، الأحد، ثمر الرسالة إلى الأمم، إيمان المرأة كنعانية. لحبلش فسر شوي من إبراهيم، لنشرح على هذا لنفهم النص الرسالة ونفهم الإنجيل. الأحد هو يوم الرب للعبادة والسماع لكلمة الله. الله دعا إبراهيم قال له بك تتبارك جميع الأمم. إبراهيم خلف إسحاق، إسحاق خلف يعقوب، يعقوب تحول اسمه لإسرائيل، إسرائيل خلف 12 ولد، 12 ولد هن صاروا شعب الله الخاص، وصار الرب هو إلههم وهن شعبه، وصار في شيء اسمه العبادة المضبوطة والوصايا العشرة والتوراة والأنبياء، وصار في شعب اسمه شعب الله الخاص المختار. العالم قبل المسيح كان ينقسم إلى قسمين، القسم الأول هو اليهود والقسم الثاني هو الأمم. اليهود اللي هن من نسل إبراهيم وإسحاق ويعقوب الإسباط الاثني عشر وهن شعب الله الخاص، والأمم هن أمم وقبائل مختلفة ما عندها إله تعبد آلهة وثنية. شعب الله الخاص كان مميزاً وكان في عدم علاقة ولا شركة بين شعب الله الخاص والأمم، بحيث أنه كان ممنوع أنه نحن نتجوز بناتنا وهن يتجوزوا بناتنا، لأنه ممنوع الوثني يدخل إلى شعب الله، وممنوع الوثني يفوت يصلي بهيكل الله. لا شركة، كان هون ظلمي وهون نور، لحقول كلمة شوي قاسية. وكانوا يعتبروا شعب الله الله الخاص هن مميزين وأرقى درجة عن بقية الأمم، والأمم كلها سوا اللي حواليهم هن كلاب، جويام، حيوانات. بكتقولوا كبرياء، بكتقولوا أي تصور كيف عم يحكوا معهم بهالطريقة، لأنه كانت الشعوب المحيطة ما كان في عندها نظام أحوال شخصية. كان الخي جوز أخته وفهم كون كفاية، كانوا عايشين بطريقة غير نظامية، لا أخلاقية ولا أدبية ولا إلهية ولا روحية. كيف شلعت الكلاب بالضيعة؟ كانوا عايشين مثل الشلع، شلع هيك الأمم كانوا، لا تنظيم أخلاقي ولا تنظيم أدبي ولا تنظيم أحوال شخصية. قانون الأحوال الشخصية اليوم الموجود بلبنان للطائفة المسيحية أصله مأخوذ من التوراة من الكتاب المقدس. فكان شعب الله الخاص شعب منظم، شعب إداري، شعب بيعبد الرب، شعب واعي، في عنده الشريعة، عنده الكلمة. أما الأمم فكانوا بيقولوا عنهم كلاب. اليوم بدنا نرجع للرسالة لأفسس. شو بيقول مربولوس إلى أهل أفسس؟ وأنه لسر عظيم، سر مكتوم، أن المسيح يسوع هو أيضا مخلص الأمم. وبقول القديس يوحنا إلى خاصته جاء أي اليهود، وخاصته لم تقبله، وأما الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله. فالرب يسوع المسيح هو لم يأتي فقط إلى بني إسرائيل، هو من كجسد كنسوت مريم العذراء يهودية من بني إسرائيل، وهو حاخام ورباي يهودي، وهو معلم، لكن لم يأتي إلى بني إسرائيل فقط، أتى إلى كل العالم. هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. فالسر المكتوم أن يسوع المسيح سيخلص الأمم وسيحرر الأمم وسيجعلهم من أبناء الله وشركاء في الموعد وفي الجسد وفي الملكوت. أصبحوا شركاء. لا تقلوا لليهودي إنه الأمم هو شريك إلك بالملكوت وبالموعد، هو ابن إبراهيم بجن. بيسوع المسيح نحن كنا غرباء صرنا أبناء بيت الله.
شوفوا شو هالبون شو هالجسر اللي عمله يسوع المسيح. بقول الكتاب المقدس جمع الاثنين في واحد في شخص يسوع ونقض حائط السياج. كان في حائط سياج بالهيكل هون اليهود هون الامم ممنوع يكون في خلط بلط، لكن بيسوع المسيح كسر السياج. صار الكل كل واحد بيؤمن بيسوع صار هو من شعب الله الخاص. فالإيمان بشخص يسوع هو من شعب الله الخاص. ونشوف انه بمجمع أورشليم الأول لما صار في نزاع بالمسيحية أنه قال له أنه طلع المجمع أنه بولس هو مبشر الأمم يأخذ الإنجيل للأمم، وبطرس يأخذ الإنجيل لليهود، وبولس الرب أعطاه هذا السر حتى يبشر الأمم بالمسيح ويقول له الخلاص بيسوع المسيح، لا بالفلسفة اليونانية ولا بالعظم الرومانية ولا بالخزعبلات ولا بالأوثان، في إله واحد. ومنشوف أريوس باغوس بسفر أعمال الرسل كيف كان مار بولس عم ببشر اليونان ويخبره عن الإله الحي الإله الواحد والرب يسوع المسيح. إنجيلنا اليوم شوي شرحت بس مهمين. إنجيلنا اليوم بيحكي عن المرأة الكنعانية صيدا وصور. هذا الشيء بخصنا بأبرشية صيدا نحن، هيدا مش موجود لا بولاية تكساس بنيويورك ولا بكاليفورنيا ولا بباريس ولا بروما، هذا بخص أبرشية صيدا المارونية. هذا النص بكل صراحة إجا يسوع على أبرشية صيدا، إجا على صيدا، وصيدا كان في شعب كنعاني، هيدا الشعب كان شعب وثني، لكن بالمقابل كان في مجامع يهودية واليهود كانوا حاضرين بقلب صيدا، كان عندهم كناس، وكانوا اليهود يخبروا عن إله الواحد ويحاولوا يبشروا لحتى الأمم تتحضر شوي وتترك التصرف الحيواني في حياتها الاجتماعية الخاصة وتترقى إلى مستوى أعلى. كانوا بيحاولوا يبشروا العالم لكن ما في قوة وما في خلاص. إجا يسوع والتقت فيها المرأة الكنعانية وقالت له ابنتي بها شيطان. لكن منشوف الخطاب تبع يسوع لها كان كتير قاسي، قال ما منعطي خبز البنين للكلاب، قال يعني لهي المرأة انت وحدك كلبي، شو هالكلمة القاسية، قال انت بالمفهوم اليهودي كلبي وانت ما لك نصيب معنا. قالت له الكلاب ايضا تشبع من الفتات النازلة عن أربابه عن أربابها عن مائدة أربابها. رب يسوع هو لطيف، هو محب، هو مخلص. شو عم بيحاول يفرجي بهيدا النص؟ إنه عم بيقول له لبني إسرائيل نحن عنا نظرة للأمم، هاي النظرة وهني مزبوط بعيد عن رعوية إسرائيل، وهني مزبوط بعيد عن أولاد إبراهيم، وهني ما بينتموا إلينا لا بالجسد وفي عداوة بيننا وبينهم. لكن لأنها آمنت بشخص الرب يسوع وآمنت بملكوت الله وعرفت من هو يسوع، آمنت به أنه رب، فحصل خلاص لابنتها. وقال عظيم هو إيمانك. يسوع مش لمين ما كان قال عظيم هو إيمانك، قال شخصين، قال بعتقد لنثنائيل لما كان تحت التين وعم يصلي، وقال للمرأة الكنعانية. قال عظيم هو إيمانك، بمحل تاني قال بكل إسرائيل ما وجد مثل هذا الإيمان. فإذا اليوم صار الأمم هن شركاء ونحن أبرشية صيدا تراث أجدادنا وأبائنا بهذه المنطقة شركاء، عنا المواعيد الكتاب المقدس كلها، عنا الإله الحي اللي بنعبده، عنا النظام الإلهي والترتيب الإلهي في حياتنا الشخصية، صرنا أبناء الله. هلأ اليوم كيف نطبق الإنجيل لحياتنا؟ هل أنا بدي أعيش بمستوى الأمم أو بمستوى أولاد الله؟ هل أنا حياتي الشخصية هي حياة مشابهة للأمم وتصرفات الأمم الدنيئة؟ أما أنا بدي أعيش على المستوى الإلهي ابن ملك الملوك ورب الأرباب اللي هو يسوع المسيح؟ كيف بدي أعيش حياتي؟
وبالمقابل بالحياة الروحية بدي يكون في عندي تعزية وفرح انه نحن الغرباء صرنا ابناء الله. شوفوا شو هالعز وشو هالمجد، ونحن بأبرشية صيدا بدنا نصلي حتى الرب يباركها، يجعلها مباركة، ويضل الرب يسوع المسيح يتمشى في وسط أنحاء هذه الأبرشية. آمين. نؤمن بإله واحد.